السلام عليكم. I hope that you can see the slides. واش كتشوفوا لي سلايد؟ وي كنشوفوهم السي عثمان. بارفي بارفي بارفي. بون السلام عليكم. تما انتم كاع شرشر كيف ما قال سي محمد في سيبر سيكوريتي. هذا النهار غادي نهضروا على واحد الانترودكشن، واحد الانترودكشن صغير خفيف ظريف على سيبر سيكوريتي. لو بوت ديال هذا التوك نتوما تانتريساو في سيبر سيكوريتي، تعرفوا التوبكس، تعرفوا الحوايج اللي هما مهمين اللي غتحتاجوهم في سيبر سيكوريتي باش تبغيو تعلموا. دونك ندوزو واحد الانتروداكشن صغيره عليا. دونك هو ماي تما تام كارت، جو سوي شارشور في سيكوريتي انفورماتيك، ستادير من كنتستيو كندير الكونسلتينغ بالنسبه لدي سوسيتي ماروكان، وكندير حتى ريسيرش اللي هو تيكون اندبندنت ديالي مع دي سوسيتي اللي بحال هادو اللي غادي نشوفوهم. هادو دي سوسيتي اللي كنت ديجا خدمت معاهم. بون درت كونتريبيوشنز ديال سيكوريتي. بون هضرت معاهم، كونتاكتيتهم، لقيت دي فاي تكنيك عندهم في السوفتوير ديالهم ولا في لي سيرفر ديالهم. دوكو كونتاكتيتهم، تيقولوا لك شكرا، كاين اللي كيقول لك شكرا، كاين اللي كيعطيك ان سواق، كاين اللي كيعطيك فلوس، كل واحد كيعطيك. بون كنت كنبارتيسيبي حتى لي بروغرام ديال بوك بونتي. بون واحد تيستيمونيال بالزربه بغيت نقولوا على الناس. بون سي محمد، مريم، ليكيب ديال جيكس بلا بلا كلها، شكرا لكم هذا النهار هذا، حيتاش درتو for 5 days درتو واحد الحاجه اللي اكستراوردينار. ما كرهناش كون نقدروا نديروا هذا الشيء لايف، كون دابا حدانا الناس، كنا كنديروا دي انتراكسيون لايف مع الناس، ولكن ما قدروش بسبب البانديميك. ولكن واخا هكاك جيكس بلا بلا داروا هاد الانيشيتيف. دونك ميرسي بوكو، ميرسي بوكو عبد القادر بوديح، باسكو هو اول واحد اللي دار لي الانتروداكشن لهاد الكوميونيتي اللي هي زوينه زوينه بزاف، وهو اللي كان كيبارطاجي معايا دي بوست، وهو السبب باش اصلا دخلت انايا للديفسي. دونك ميرسي بوكو افو. دونك شنو غادي نشوفوا هذا النهار؟ غادي نشوفوا انفورميشن سيكيورتي ان جنرال، غنشوفوا واحد تيرمز اللي هما فاغ، اللي هما الناس كاين اللي كيعرفهم كاين اللي ما كيعرفهمش، كاين اللي كيعرف ولكن تعرف الانفورميشن بارشلي ما تعرفهاش كلها، كاين اللي كيعرف الانفورماسيون عرفها غلطه. دونك اليوم غنشوفوا انفورميشن سيكيورتي، غنشوفوا ثريتس حتى هما الحوايج اللي كيهددوا الحياه الشخصيه ديالنا، مي الحياه الديجيتال. كنشوفوا واحد توبيك اللي هو هات بزاف دابا، اللي هو انترنت اوف ثينجز، ولكن علاش سميته هنايا ترابلز؟ حيتاش كاينين دابا بزاف ديال لي ماشين، ديال التكنولوجي اللي اصلا ما كانش خاصها تامبليمونطا في هذا الوقت هذا، وخرجوها بالزربه وخرجات انسيكور. غادي نشوفوا واش نقدروا نوصلوا للكيو ان اي ولا لا، ولكن اون توكا غادي نقرا لي كومونتير ديالكم. يمكن لكم تسولوني في تويتر. بون باختصار هادي هي الانفورميشن سيكوريتي. بون بالنسبه للناس اللي كيهضروا اللي كيتيقوا في لي زونتي فيروس ديالهم وداكشي، دونك هذا هو لونتي فيروس ديالكم. لونتي فيروس ديالكم تيقول لكم ستريكتلي نو اكسس، ولكن ما تيشدش بزاف ديال الحوايج اخرين. دونك لونتي فيروس ما عمرو ما تيكون كافي حتى شي حاجه. دونك هادي اتس ا فاكت. Voilà, information security in general. Information security, بحال قلتي واحد الاستراتيجي، واحد الخطه اللي كان اورغانيزيو بها لا سيكوريتي ديال لانفورماسيون فواحد لورغانيزاسيون سبيسيفيك، ولا في بزاف ديال لي زورغانيزاسيون، ولا في بزاف ديال لي زونتيتي مع بعضياتهم. مثلا عندي انا كندير الكود، بويسك انا كندير الكود خاصني نمشي نسيكوريزي لو كود ديالي. عندي دا سيرفر اكسترن خاصني نمشي نسيكوريزي لي سيرفر ولي زادريس اي بي بوبليك ديالي. عندي ان في بي ان كنعطي الناس لاكسي دابا مع التيلي ترافاي، باش الفي بي ان باش يدخل يتكونيكتاو في ريزون انترن ديالي خاصني نسيكوريزي الفي بي ان ديالي.
Donc, هذه هي الانفوسيك ان جنرال. انفوسيك هي سيكوريتي ديال لي دوني انفورماتيك. هاكرز شكون هما الهاكرز؟ هاكرز ديما كنسمعوا هذيك القضيه ديال فوالا الهاكرز خايبين، الهاكرز ما مزيانينش. ان توكا الهاكرز هما واحد الناس اللي تعطيه ليمونه غيصوب لك منها كيك ديال الشكلاط. دونك هذه واحد الميتافور اللي كيخدموها ديما. مي الهاكرز هما واحد الناس اللي كيخدموا هذيك النوليدج ديالهم ولا هذوك داك الكريتيكال ثينكينغ ديالهم باش كيلقاو سيكيورتي فولنربيليتيز. ولكن تقدر تلقى الهاكرز ايفريوير. تقدر تلقى هاكر تيرسم، علاش؟ حيتاش مثلا غادي تلقاه رسم بواحد الطريقه ما عمر رسم بها شي واحد اخر، دونك هذا كيتسمى حتى هو هاكر. بون ما عندناش بزاف ديال الوقت دونك خصنا ندوزو. كاين ثلاثه ديال التايبس ديال الهاكرز. ما نقولوش ثلاثه، مي ثلاثه هما اللي معروفين، ثلاثه هما لي برينسيبال. دونك كاين البلاك هات هاكرز. بلاك هات هاكرز هما داك الناس اللي كيهاكيو إيليغالمون. يقدروا يبغيو يسرقوا الفلوس، يقدروا مثلا بغاو يديروا شي حاجه اللي هي بوليتيك بحال الهاك اللي كان وقع في كان وقع الامريكان في الالكشنز، بحال الهاكس اللي كان وقع الايران ديال ستاكسنت فاش كانت هاكا ليها مفاعل نووي ديالها جو كرو في 2006. بون هادوما البلاك هات هاكرز. البلاك هات هاكرز كيديروا الحاجه باش يهدموا لك لو سيستيم دانفورماسيون ديالك. دونك كاين الجراي هاتس. جراي هاتس كاين اسيدي او الا لا، الجراي هاتس هما دوك الناس اللي كتلقاه يقدر يدير واحد ليفور مثلا، يشد داك واحد الفيرغابيتي اللي يلقاها ويمشي انفورمي الفيندور ديال داك السوفتوير. باغ اكزومبل لقى اون فاي في اوتلوك، غادي يمشي نوتيفي مايكروسوفت ويقول لهم فوالا لقيت واحد لا فاي في اوتلوك. باغ كونط هاد الجراي هاتس هادو ما كيديروهاش. الجراي هاتس كيمشيو كيديروا الصداع، كيبوبليو الاكسبلويتس. يقدر مره يكون وايت هات، مره يكون بلاك هات، هو وغانجو. كاين واحد ليكزومبل اللي تعرف بزاف ما بين 2018 2019 و 2020 اللي هو ساند بوكس اسكيبر. ساند بوكس اسكيبر هو واحد توبيك اللي كان دار بوم بزاف، اللي هو واحد السيده اللي مجهده بزاف 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 في الباينري اكسبلويتيشن. لقات 3 فاي 3 0 داي ببلياتهم في نهار واحد في اقل من 24 ساعه في مايكروسوفت في الويندوز. دونك ببليات 3 ديال لي 0 داي في نهار واحد، ولكن واخا هكاك ما حبساتش. انا شنو مشات دارت؟ تعاود حطات 7 ديال لي 0 داي. بون سبعه هما اللي تكونفيرما على اساس انهم زيرو ديز. تسعود كانوا ديجا عرفاهم مايكروسوفت، ولكن البوبليك ما كانش عارفهم. دوكو شنو وقع فاش تحطوا هاد الاكسبلويتس؟ بداو كيتاكسبلواطاو ان ذا وايلد. ستادير انا غتوصلني الاكسبلويت، كنعرف واحد الفيكتيم ولا واحد لونتيتي اللي انا باغي ناتاكي، غنشد داك الاكسبلويت فاش تحط وغنمشي غناتاكي نيشان. احنا غنعرفوا شنو هي اكسبلويت، كيسكو سافي دير اكسبلواطاسيون اي دو. كاين الوايت هات هاكرز. الوايت هات هاكرز هما الدراري فحال انا، فحال سهيل اللي غادي يطلع مورايا، فحال احمد القصيص. تبارك الله عليهم دراري واعرين. اوغزمون كيتلاقينا جات لوكازيون خدمنا مع بعضياتنا ايتو. مي وايت هات هاكرز ان جنرال هما الناس اللي ظريفين زوينين، كيلقى واحد الفولنرابيليتي، كيلقى واحد لافاي تكنيك، كيمشي كيقول مايكروسوفت فوالا انا راني لقيت واحد لافاي تكنيك فهاد سوفتوير اكس ديالك. دوكو ها هما لي ديتاي تكنيك ديالها، عطاوني الفلوس ولا عطاوني اكنولجمنت ولا شي حاجه فحال هكا. دونك انا اوتوماتيكمون كنقول على راسي زوين وظريف. شنو هما فينربيليتيز؟ فينربيليتيز هما واحد الويكنس فواحد السوفتوير ولا فواحد الهاردوير. ويكنس ستادير واحد لافاي تكنيك كتمكن شي واحد باش يقدر يمشي يexploite ولا يكمبرومي الانتغريتي ولا الديسپونيبيليتي ولا الكونفيدنسياليتي ديال واحد السوفتوير ولا واحد الهاردوير. باغ اكزومبل الانتغريتي، بون الانتغريتي ولا فيريبيليتي والكونفيدنسياليتي اشنو هما؟ الكونفيدنسياليتي سي تاجير
la sensibilité, زعما الكريتيسيتي ديال هذيك لافورماسيون الا خرجات ما خصهاش تخرج داك لافورماسيون دو كور سان بروتيجيوها لا فيليبيليتي هي مثلا فاش كيوقع عندي دوس اتاك دي دوس اتاك سيتادجير كيطيح ان سيرفر ولا كيطيح ان سيستيم بونكار وما كيقدر حتى شي واحد يدير لا ترانزاكسيون حتى شي حاجه بون لا ثوازيام شوز اللي هي الانتيغريتي الانتيغريتي هي الانتيغريتي ديال لافورماسيون الانتيغريتي ديال لافورماسيون مثلا بحال اللي كنوقع القناه فاش كانت هاكات كانت هاكا السيت ديالها وتحطوا جوج لي زارتيكل كيقولوا باللي الامير ديال قطر كيدعم شي منظمه ارهابيه ما بقيتش عاقل شكون اكزاكتومون مي هذيك كتسمى الفايوليشن ديال الانتيغريتي يعني انهم شدوا واحد لونتيتاليه كبيره اللي هي قناه اللي هي نسيت سميتها مي كيو ان اي كيو ان اي استاذ بحال الصحافه اللي هي برينسيبال عندهم في قطر دوكو فاش تفايوليت وقع فايوليشن في الانتيغريتي فوالا الناس تيقوا بلي قناه بصح وان الامير ديال قطر ولي دار داكشي ولكن هادي كانت فايوليشن ديال انتيغريتي بون كاين تايبس اوف فولنربيليتيز دونك شحال من فولنربيليتي كاينه شنو هما لي تيب ديالهم كاينين لي فولنربيليتيز اللي تيكونوا في الويب ابليكيشنز اللي هما اللي كنكوديو حنايا بي اش بي روبي بايثون ايتترا بلي فريم ورك ديال روبي وبايثون بيان سور مثلا ريز بايثون ولا جانجو ريز في روبي ولا ولا جانجو في بايثون هاد الفولنربيليتي اللي معروفين تقدروا تلقاوهم في اواس توب 10 اللي هما اسكيول انجكشن ريموت كوماند اكزيكيوشن ولا ريموت كود اكزيكيوشن كروس سايت سكريبتينغ و سي اس ار اف بالنسبه للسوفت وير كاينين جوج ديال الباك اللي هما معروفين بزاف اللي هما بافر اوفر فلو و يوز افتر فري في الميس كونفيغوريشنز مثلا كنلقاو شي واحد اللي امبليمونتي لا شتا بي اس ولكن واخا ما امبليمونتي لا شتا بي اس ولكن ما كتلقى مثلا مخدم واحد السايفرز اللي هما ديجا كيمكن الهاكرز يديكوديهم كتولي هذيك لا شتا بي اس ما عندها حتى معنى وما عندهاش ما صالحه لوالو لا ميم شوز بالنسبه لي اس ام تي بي اس ام تي بي مثلا كتلقى لامبليمونطاسيون ديال اس ام تي بي كتكون سيكوريزي دوكو مثلا شي واحد كيقدر يصيفط ايميل كيدير لي سيرباسيون ديدونتيتي ديال واحد الشركه كاين انترنت اوف ثينجز وسمارت ديفايسز اللي هما غنشوفوهم بزاف 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 دابا مثلا كنشوفو سمارت هوم اكويبمنت ثلاجة سمارت سمارت واتشز سبيكر سمارت شاور بزاف ديال لي زوتي اللي هما سمارت مثلا كنشوفو أليكسا كنشوفو جوجل ناو جوجل هوم وداكشي الاخر بون كاين جوج ديال فاكتورز ولكن ماشي ليميتي لهادشي حيت غادي نشوفو مع سهيل كيفاش اتاكي سيستم ديسنتراليزي اللي هي شي حاجه شي شويه ديال سونس فيكسيون تبارك الله على سهيل واحد التوك ديالو واعر بون ما عليناش كاين جوج ديال فاكتورز فاكتور الاول هو كلاينت سايد وسيرفر سايد كلاينت سايد هي فاش الكلاينت كنحتاجو منه واحد الانتيراكسيون يعني كان مثلا كنصيفطو للكلاينت واحد لو ليان كيكليكي عليه عاد كيمكن لنا نهاكيو دوزيام فاكتور وهو سيرفر سايد سيرفر سايد سيتادجير كتكومونيكي نيشان مع السيرفر ولا مع لا ماشين ما كتحتاجش تكومونيكي مع اليوزر دوكو فاش كتصيفط انت واحد كتصيفط واحد الكوموند ولا كتصيفط واحد الاكسبلويت نيشان ل لهذا للسيرفر اوتوماتيكمون كتاكسبلواتيه كتدخل ما كتحتاج لا سيستيم ادمنستراتور يبريك على ليا ما كتحتاج حتى شي حاجه دونك كاين الحاجه الثالثه اللي هي زيرو دايز زيرو داي فولنربيليتيز هما واحد لي فولنربيليتي اللي ما ديتكتيهمش الفاندور ما ديتكتيهمش الانتي فيروس ما كاين حتى شي سيكوريتي ادفيزوري يعني واحد الباغ اللي هي غوست حتى واحد ما عرفها الا هذاك اللي لقاها دونك شنو كيوقع فاش كيجي مثلا شي واحد ياتاكيك بزيرو داي هاش كيوقع اكزاكتومون كيكون كيدوزو لي فيروس لونتي فيروس ما تيدير والو ما تيقول والو تيقول لهم ماشي مشكل فوالا ذاتس واتس هابينينغ بون انا هضروا على الثريت الاول ديال انفورميشن ديسكلوجر information disclosure social media for example كتش بوستي بزاف ديال لي فوتو ديال بلايص اللي كتجلس فيهم بلايص اللي كتخرج ليهم ايتو
ولكن ما كتريستريكتيش داك الانفورميشن اللي كتخرج. تقدر مثلا ديفلغي لادريس ديال دارك، تقدر مثلا تصور وتبان لاكارت بونكير ديالك اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. انترستد ويب سايت ريجستريشنز، يعني مثلا كتمشي نتايا كدير ساين اب فشي سيت اللي نتايا ما تايقش بانه غيبروتيجي لي دوني ديالك اتسيتيرا، وكيتهاكا هذيك الساعه لي دوني ديالك كيوليو بوبليك. راندوم سيرفيز هي فاش كتمشي كتدخل شي سيرفي وكتعمر لي زانفورماسيون ديالك. نشوفوا واحد ديمو ديال 24 سكوند ديال كيفاش كلشي غادي يدوز بالزربه. دونك حاولوا تترجعوا ليه بالنسبه للناس اللي ما ركزوش، حاولوا تترجعوا ليه من بعد في ريبلاي. مي اون جينيرال هو علاش ما خاصكش تبقى تبوستي في السوشيال ميديا بزاف. Voilà. Donc, je vous remercie de partager les informations de vous en ligne. Je vous remercie d'être accessible et de vous remercier de qui maîtrisent l'art de l'OSINT, le Open Source Intelligence ou le Recon en général. Je vous remercie des informations sensibles de vous et de vous publier. Donc, Database Leaks and Breaches, top 10 breaches اللي وقعوا في العالم كامل في التاريخ ديال البريتشز. وما هادو كنشوفوا دي سوسيتي اللي هما كبار، ديزورغانيزم اللي هما كبار تتهاكاو. كيفاش نتشاكي انا واش الايميل والباسورد ديالي ولا غير الايميل ديالي واش كاين في شي ليست من هادو؟ كندخل lhavaibeenpwned.com، كندير لادريس ميل ديالي، تيقول لك good news no pwned has found. الا ما لقى عندك والو، فاش كيلقى عندك شي حاجه كيقول لك oh no pwned one breach site found and no passed. دونك بون كيقول لك pwned in general ما يقدرش يقول لك شو با سيغ واش غادي يقول لك فوالا breach ولا ما اش من breach ولا داكشي. بون كيفاش بروتيجي راسك من database leaks؟ ديما خدم دي زادريس سبيسيفيك ويكونوا عندك غير نتايا بوحدك بالنسبه لداكشي ديال الكونت بونكير ديالك، لي كونت ديال الخدمه، الحوايج اللي فيهم ديزانفورماسيون سونسيبل ديالك. ديما خدم واحد الباسورد اللي يكون كومبليكي شويه، ابر كيس لور كيس، ودير الكاركترز، دير مود باس بالنسبه لكل كونت، ودير ان باسورد مانجر. باسورد مانجر تيفكرك انك دير هادشي كامل. دونك باسورد مانجر غادي ينفعكم، ما غادي نبروموتي حتى شي واحد حيتاش ما كتجيك حتى شي واحد. Internet of Things و Internet of Troubles. بون غادي نهضروا على ديز اكزومبل اللي وقعوا in the real world فاش تهاكاو devices وحوايج كبارين ديال Internet of Troubles، الايفنتس اللي كانوا معروفين بزاف بزاف بزاف. دونك اول حاجه وقعت هي كانت هاكا سيستم ديال emergency ديال دالاس. دونك هادو جوج ديال تينيجرز، سيتادجير ما كاملينش 20 عام، شدوا سيستم ديال الامرجنسي سايرنز وديكلونشاوهم كله. سيتادجير في قول المدينه ماشي في الليل، خلعوا المدينه كلها، وقعوا بزاف ديال لي زاكسيدون، وقع واحد البانيك، وقع بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش خصهم يوقعوا، وتسبوا غير جوج ديال تينيجرز بشي حاجه اللي هي كبيره 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 بزاف. وهذا الشيء هذا كما قلت لكم احنا ما واجدينش الانترنت اوف ثينجز، الناس كيفكروا غير واش خدام ولا لا، ما تيفكروش في السيكوريتي ديالو، حيت كتحتاج الوقت بزاف، وشحال ما كبرات الحاجه شحال ما كتصعب انك تسيكوريزيها. دونك هذا ليكزامبل ديال سمارت سيتيز. يعني دابا الناس الهاكرز اللي هما سكيلد الناس يقدروا يهاكيو مدينه كلها. Second example اللي هو smart homes. خديت الاكزامبل ديال ديفايس ديال البيبي واتشينغ. بون كاين واحد الكاميرا فيها ميكرو ولا فيها سبيكر كتكون كونيكتي اون لين. مثلا نتايا كومبارون كتمشي تهز التليفون ديالك كتقول ولدي مازال ناعس، ولدي كيبكي، ولدي هادي، كتهضر معاه اديستانس، كتهضر معاه في السبيكر. شنو اللي وقع؟ سي الهاكرز دابا قدروا يهاكيو هذوك الديفايسز، ويقدروا مثلا تيتمبريو ليماج اللي كتوصلك انت لابليكاسيون. ساتاجي يقدر يسرق ليك ولدك ويديه وانت صحاب ليك ما وقع والو، صحاب ليك ولدك مازال ناعس وغيبقى يلوبي ليماج.
بحال هوليوود. شيبس الناس دابا هكا شيبس هكا سفينة على قدها بون ماشي شي حاجه اللي عجيبه ولا شي حاجه اللي صعيبه بزاف، ولكن شحال هذيك كنا كنعرفوا غير جي بي اس سبوفينغ، ولكن دابا ولينا كنوصلوا لدي فيلنرابيليتي اللي كاينين في لي بلاتفورم لي سيستيم دو ماريتيم اللي تاكسبلواتا، ويقدروا مثلا يشدوا جوج ديال الشيبس كبارين يلاقيو مع بعضياتهم غير بسبب دي فيلنرابيليتي ودي فايس بحال هكا. بون سمارت كارز غادي نحاول ما نتعمقش فيه بزاف وما نهضرش عليه بزاف، حيتاش كاين ليكزومبل غير ديال تسلا ديال واحد ليكيب شينواز اللي قدرات تهاكي لافاتور ديال تسلا. ها هو التايتل ديالو، غادي نخلي لكم حتى لي سلايد باش الا بغيتو تشوفوه من بعد. مي اون توكا قدروا يحلوا لافواتور، قدروا يسوقوها ا ديستانس، قدروا يسكتوا ليك الموتور وانت غادي، دونك يقدروا يقتلوك ليتيرالمون في الطريق وانت غادي بالطوموبيل. هاد الارتيكل هذا شي شويه ساركاستيك، ولكن بصح ا هارت تو هارت فروم ذا هاكرز. بون كاين واحد الكارجاك ديفايسز كانوا في سان جودز، ديال سان جودز بالضبط، اللي وقع كانت فيهم واحد لافاي اللي كتقدر تخلي شي سايبر كريمينال باش انه يكونترولي داك البيس ميكر اللي مزروع في القلب ديال البيشنت. سيتاجي يقدر هذاك البيس ميكر تيريغولي لك الضربات ديال القلب الا كان عندك كان بروبليم، واللي كيوقع يقدروا يسكتوا لك هذاك البيس ميكر ويسكتوا لك قلبك معاه. حتى جونز حتى هما كيتهاكاو، واحد الارتيكل اللي هو زوين بزاف كنكتبو فويتسك ديال هاكين دي جي اي فانتوم 3. دي جي اي هي واحد لا سوسيتي اللي هي معروفه بزاف، كتصوب درونز، و سوسيتي فحالها غادي نقولوا كانت خاصها تضرب الحساب السيكوريتي، ولكن مالوغوزمون ما ضربتش الحساب السيكوريتي. هاد الارتيكل هذا ننصحكم انكم تقراوه. الفيبورايزرز هادي بون غير نمشي تراكم تعرفوها، هيرب واحد لا مارك ديال الفيبورايزرز، قدر سايمون مارغريتا اللي انه يهاكي ويوصل انه يطلع تمبيراتور ديال يطلع تمبيراتور ليميت تل تقريبا 5000 كلفن اللي هي لا تمبيراتور ديال الشمس. دونك ما عرفتش واش كاين فيه واحد سيستيم في سيستيم ديال سيكوريتي ولا شي ميزور ديال سيكوريتي الا ما تخليهاش فوق 190 سيلسيوس، ولكن ما عرفتش. بون اكسبلواتا هاد الفيلنرابيليتي بالبي ال اي اللي هي بلوتوث لو انرجي. نيت سايمون هو نيت هكا كافي ماشين، ولا كيصيفط دي كوموند من التيرمينال ديالو كتصوب ليه قهوه. كنحاول نضرب بون سالينا ليكزامبلز ريسورسز تو ليرن فروم. بالنسبه لبزاف ديال الناس كيقولوا بغيت نتعلم سيبر سيكوريتي، بغيت نفعل، بغيت نجي، ولكن ما عارفش منين نبدا. شوف اول حاجه غدير هي قرا لي غوسورس، قرا لي غوشيرش بلوتو، قرا لي غوشيرش ديال الناس. تقدر تمشي لجوجل دير هاو تو هاك، هادي غادي تبان لك ارتيكل هاو تو هاك اندرويد فونز، غيبان لك ارتيكل يعلمك كيفاش تخدم بالميتاسبلويت، غادي هاو تو هاك ان اندرويد ابليكيشن غيوريك لي فريم ورك ديال ستاتيك كود اناليسيس، غادي يوريك دايناميك كود اناليسيس. بون قرا 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 باسكو القرايه هي اهم حاجه. ما كاينش ان باركور ديال ا بي سي دي او غادي نولي اكسبيرت في سيكوريتي، والسيكوريتي واحد لو دومين اللي هو ديال كونستانت ليرنينغ، حتى شي واحد فينا ما اكسبيرت الا ما كانش كيقرا. وانا براسي ولا بليبار ديال الناس راه مازالين كيقراو سيكوريتي لدابا، وخا يكونوا كبارين وخا يكونوا هما اللي صوبوا سيكوريتي والفاوندرز ديالها، ولكن وخا هكاك مازالين كيقراو عليها. بون هاك ذا بوكس هو واحد لابلات، هي واحد لابلاتفورم اللي كيمكن ليكم تمشيو تيستيو داك التكنيكال نوليدج ديالكم، داكشي اللي تعلمتي من واحد الارتيكل قريتيه سير تيستيه في ماشين فيلنرابل كيعطيها لك هاك ذا بوكس. لا بروميير شوز هي انه فابور غتمشي غتعلم، لا دوزيام شوز هي انك تمشي كتعلم ريل وورلد سيناريوز، يعني دي سيناريو اللي هما ان ذا ريل وورلد.
conclusion conclusion اللي غادي نهضر عليها سي الانترنت اوف ثينجز هو واحد توبيك اللي هاد دابا الا كنتي باغي تعلم كنتي باغي تعلم سيكوريتي باغي تشوف شي فيلد اللي هو يكون انتريسك وغادي يدخليك حتى الفلوس وغادي يدخليك غادي تعلم بزاف ديال النوليدج شوف تارغيتي الاي او تي الاي او تي دابا هما كاع داك ديفايسز اللي شفنا في داك السلايد الاول اللي هما اي حاجه سمارت اي حاجه عندها علاقه بالامبيديد سيستمز اي حاجه عندها علاقه بالفيوتشر بون ما كرهتش نجاوب على لا كيسيون هنايا شكون معايا هنا بلاتي باردون سمعتك مزيان وي انا محمد كنسمعك ثقيل ما عرفتش علاش ولكن بون ما عليناش نقدروا نجاوبوا على هذا كيسيون محمد الو كتسمعني عثمان وي كنسمعك انت احسن صافي سي بون وي تبارك الله عليك عثمان تبارك الله عليكم نتوما ميرسي بوكو بوغ هاد لوكازيون وهاد لابورتونيتي بون كيما قلت لك واش نقدروا نجاوبوا على هاد كيسيون ولا شي واحد سول شي كيسيون نقدروا نجاوبوا على وي كاينين دا كيسيون عمده الكيسيون الاولى ديال جواد قال لك قال لك واش قال لك فين كاين واش في باك رود ولا هاكر 1 فيهم بجوج مالوغوزمون دابا ما بقيتش كندير ما بقيتش دابا كندير الباك باونتي ولكن كنت فيهم بجوج فهاكر 1 كنت هاكي تاع اوبر ميديا فاير بيلد كيت ما بقيتش عاقل على الكومبانيز كاملين ويت باي تريلو المهم هادشي اللي بقيت عاقل بالنسبه للباك رود كنت هاكي تسلا سبوتيفاي وقلت هو فيات كريسلر هادشي اللي بقيت عاقل بون هادو هما لي بروغرام اللي عقلت عليهم ولكن الا رجعتي للسلايد الاول انا غادي نحطو في لي كومونتير الا عقلت عليه غادي تشوف الكومبانيز اللي كاينين حتى في بكرا كيسيون اخرى ديال جواد نيس قال لك في نظرك شنو احسن ميثودولوجي دو كونيسونس واش في نظرك جاديكس اي جاديكس ريكون انف اوكي فنظرك شنو احسن ميثودولوجي ديال ريكون احسن ميثودولوجي ديال ريكون هي تبع بين ساديبور بين ساديبور كاين جيسون هاديكس جيسون هاديكس اللي هو واعر 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 بزاف ولكن شوف بين ساديبور بين ساديبور واربعه ديال صحابو اخرين قدروا يهاكيو ابل ويجبدوا منها 52 الف دولار و51 بوك لا بلوبار ديالهم كريتيك دونك جو كونساي جيسون هاديكس او ميم طون شوف ليك تا بين ساديبور سامر شكرا بزاف عثمان لا بريزونطاسيون راه كلشي كيسول عليها قلتي راه غادي تبارطاجيها معنا في لي كومونتير من بعد اكزاكتومون انا غير نخرج من 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 ستريم يارد ونمشي نحط لكم لو ليان ودخلوا ليه ان شاء الله صافي سمر شكرا عثمان واخا ندوز غير واحد السلايد واحد اخر لا خليك اييه بون بالنسبه للناس اللي ما قدروش يسولوا لي كيسيون ديالهم ايتو يدوزوا التويتر ديالي اللي هو هذا صيفطوا لي لي ميساج ديالكم صيفطوا لي اللي بغيتو الدي ام راه غادي يكون مفتوح وديروا لي عجبكم فوالا ثانك يو فور يور اتنشن جايز نتمنى نكون فات جوج ولا ثلاثه ديال الناس ما كرهناش نديروا ساعتين ديال الهضره ساعتين ديال توكين وكي وان اي ولكن ما قدروش بون نصحكم راكم تخليكم في هذا اللايف حيت كاينين دراري اللي غيدوزو مورايا واعرين اليوم احمد قصيص وسهيل وتسيت لي في جوجل اللي تا هو فاسي فوالا ميرسي بوكو تبارك الله عليك عثمان صراحه ما كرهناش نعاودو نشوفوك مره اخرى في دي زيبيزود ديال كيكس بلا بلا من مورا ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الرحمن الرحيم شكرا بزاف